حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه أول الرئيسين الثنايا أقوى أشواط الثنايا مع أوامر مع شعار السندباد القطري اليوم تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة والسعود بن صالح القمرة على هذا الفوز المستحق وسلام يا أوامر سلام تنتزع الشوط الأول الرئيسي وتختطف ناموسه لتزف التهاني إلى هذا الشعار ومحبينا وسلام يا أوامر سلام سالم بن حمد بن جهويل تستاهل فوز أوامر وانتزع على الشوط الرئيسي المفتوح للثنى مرحبا مسهلة تستاهل خير وعافية بورك نعم وش سلالة أوامر سلالة أوامر بيها شاهين كوكولا وماسودانيا شاركتها قبل اليوم شاركتها برصيدها سيارة ومنافسها على رموز والسنة ثالث دخول ما شاء الله تبارك الله وكيف كان مسارها مسارها بالشوط طيب تخرت في بداية المسافة وطلعت عندك الأخير ويوم طلبنا منها دبرت ما شاء الله تبارك الله الشوط كان مكتظ بالأسماء وبالأعداد وهجن سباق حاضرة وشعارات قوية صحيح هذا الشوط الأول لازم أنه يغلي فيه هجن سباق ويغلي شوط مزحوم وجرم الحبال وهذا الفوز لمن تهدي؟ أهديه المالك أوامر عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة يستاهل أبو صالح يستاهل جعلنا مسلم دائم شكرا جزيلا لك أبو مرحبا ومسهلا